وصفة اليوم ألذ ميت بول سب حجربه. عشان أعمل الكفتة حطيت لحم بقري مفروم في زبدية وأضفت عليه بيضة، ثوم مهروس وكمية مرة كويسة من الملح والفلفل الأسود وشوية أعشاب إيطالية مجففة وجبنة بارميجان وريجانو. حأبدأ أعجنها، وطول ما أنا بعجن حأضيف عليها بقسماط يكون مطحون فريش، وبعد كده حأكورها على شكل كرات. حأرش عليها طبقة رقيقة من الدقيق، هذا حيساعدها إنه هي تاخد تحمير ولون حلو في الفرن. الفرن مسخن من أول على درجة حرارة 200 وحخليها لمدة 20 دقيقة. على بال حأعمل صوص الطماطم، فحطيت زيت زيتون في مقلاية مع ثوم مهروس ومعجون طماطم وقلبته لمدة دقيقتين. حأضيف عصير عنب أحمر غير فوار وأخليه ينطبخ لين ما الكمية تقل للنص، وبعد كده حأحط طماطم معلبة مقطعة. حأتبلها بكمان شوية من الأعشاب الإيطالية وأضيف عليها ملح وفلفل أسود وأقلبها وأخليها تنطبخ لمدة 10 دقائق. آخر حاجة حأضيف بقدونس مفروم وأرجع الميت بولز بعد ما انطبخت في الفرن وأخليها دقيقتين على النار. عشان أبدأ أعمل الساندويتش استخدمت خبز ودهنته بزبدة مدوبة مع بقدونس مفروم وتوم، وتأكدت أن أنا غطيته كويس، وأدخل الفرن على الشواية من فوق بس ألين ما الأطراف يصير لونها ذهبي. حأضيف من الصوص اللي إحنا عملناه على الساندويتش وأرص قطع الميت بولز، وبعد كده حأحط عليها جبنة. أنا أخترت جبنة موتزاريلا وجبنة بروفولون. حأرجعها الفرن كمان مرة على الشواية بس ألين ما الجبنة تسيح، وكده الساندويتش يكون جاهز. وبالعافية عليكم.